كما لاحظتوا انه اليوم اطر تربويه دارت واحد الوقفه احتجاجيه، دابا دارتها الجمعه عودتها اليوم، والسيطره بكل صدق انها بدات تخرج من يدينا، لانه هاد الناس جاعوا حتى هما تيقول لك احنا جعنا، لانه ما تخلصش الاجور ديالنا هذه 5 شهور ولا 6 شهور. داروا وقفه وما ربنا يمكن تيهدوا انهم غادي يتوقفوا على الاعمال، وهذا الشيء كله بالنسبه لي انا كارثي، لانه هاد الشيء هذا وصلناه للمدير العام ديال التعويضات، وصلناه لوزاره التنميه الاجتماعيه السيد الوزيره المحترمه، ولكن الاشكال اللي بقى عند رئيس الحكومه، لانه هو اللي مسؤول على الحكومه، هو اللي مسؤول على الحكومه بيديه هو يحل المشكل، هو عارف الدكتور العثماني راه طبيب نفساني، وتيعرف شنو المعاناه اللي تيعيشوها الاطفال المعاقين ذهنيا، اللي هي الاعاقه الخطيره جدا، تتمنى من السي العثماني انه يحل هذا المشكل في اقرب وقت، لانه الظروف ديال هاد العائلات ولا الظروف جد صعبه. اذا من جديد تنتمنى انه يكون هاد الكلام اللي قلنا ليه يوصلوا ويحل المشكل ديال الاطر التربويه.